بقى اكتر حاجه في الجيولوجي وبعدين تحل اسئله ان شاء الله. هنبدا الاول بكلمه مننجايتس. مننجايتس مننجايتس يعني انفلاميشن اوف مننجيز، انفلاميشن اوف ديورا ماتر. ده رير كونديشن واسمها بايكي مننجايتس. ده اللي بيحصل فيها تكنيك بتبقى كبيره ده اسمها بايكي مننجايتس. انفلاميشن اوف اراكنويد وبير ماتري اسمها ليبتو مننجايتس، ودي هي الاشهر. المننجايتس دي يعني اهم كلمه ممكن تبقى اكيوت، ممكن تبقى سب اكيوت. الاكيوت دي بيكون هايلي فيرلنت اورجانيزم، وهتلاقي البريدومينانت سيلز هي البوليمورف نيوكلير ليبوسايتس. هتلاقي منينجوكوكاي، ستريبتوكوكاي، نيوموكوكاي، الموكس انفلونزا، حاجه من العيار الثقيل، وهتلاقي سي اس اف مليان بوليمورف كتير. اما السب اكيوت بتبقى البريدومينانت سيلز زي ما هي الليبوسايتس، وبيكون السبب بتاعها يا فايرال انفكشن، يا اما سي بي، يا اما في النوادر، يبقى فانجل انفكشن. وبصراحه عشان حد يحصل له فانجل انفكشن لابد المناعه بتاعته تبقى ضايعه جدا من الفانجل انفكشن. فانجل مننجايتس مثلا في حد عنده دايابيتس ودايما تبقى جايه اصلا في حاجه اسمها ميوكرومايكوزس، ده بيكون موجود في الاير سايكل. لما بيحصل مثلا دايابيتك كيتو اسيدوز او تقليل المناعه مع الدايابيتك بيشنس ممكن ينقص المننجيز او يعمل لي انفلاميشن. حتى يعني جرت العاده ان حالات الدايابيتك كيتو اسيدوز عشان نقص المناعه بقى والسكر عالي والحوار ده وكده ممكن يحصل اكتيفيشن للفنجاي اللي هنا وترفع المننجيز، فحتى يعملوا ساعتها وممكن ترفع الاوربت وتدمره، فدايما يعملوا سي تي بريد تو اكس انكلود الكلام ده. او واحد عنده ايدز، اللي عندهم ايدز مثلا فتلاقي فرصه ان يحصل لهم فنجر مننجايتس هتبقى عاليه لان المناعه ضايعه. تي بي اوكي برضه، حتى تي بي هو مش قوي لكن هو بيستغل نقص المناعه. فيرال انفكشن الفيروسات كلها، اي فيروس يخطر على بالك ربما يؤدي الى مننجايتس، وممكن كمان يعمل ايه؟ مثلا يقول لك الهربس سيبلس او يعمل مننجايتس، ممكن يعمل انكفاليز، فدايما الاثنين متلازمين مع بعض. لما يقول لك كلمه اسيبتك مننجايتس، اسيبتك مننجايتس. ممكن الفيرال اي، وممكن على فكره التي بي. ما فيش عندي بقى اورجانيزم ولا الكلام ده، ما عنديش اللي هو البص والحوار ده، فيقول لك اسيبتك او بارشالي تريتد مننجايتس. احنا السنت المصريه الام المصريه اول ما الواد يسخن هتديله ماده حلو بصرف النظر بقى هو عنده ايه او هتديله ايه، بس تديله خلاص فبيجي لك متعالج شويه. او مع مرض بيرسنت او مع سيرتيلوزز بيحصل انفلتريشن، دي سموها ده تيرم كده اسمه ايه؟ اسيبتك مننجايتس. طيب المننجايتس بيجي الاورجانيزم بيدخل المننجيز ازاي؟ انا بس عايز اتعرفوا حاجه الاول، ان المننجيز ويز لو اميونيتي، هو احنا حوالينا في سي اس اف، وانتوا خدتوا فكرة انت بزوج السي اس اف يحتوي على خلايا قد ايه؟ لا يحتوي، لا يحتوي زود من 0 ل 5 بالاتش بي اف، فاكرين حاجه زي كده؟ يعني كرات الدم البيضاء مثلا اللي موجوده في السي اس اف لا تتعدى 5، فبالتالي المناعه في المنجيز هتبقى مناعه ضايعه، عشان كده لو في اورجانيزم ممكن يدخل بسهوله. طب الاورجانيزم هيجي منين؟ ممكن يجي عن طريق الدم، يعني في مثلا حد عنده اندوكاربايتس او حد عنده مشكله في القلب او مشكله في اللنج، شوف انا اللي بيحصل ديسيمينيشن للاورجانيزم يروح لاماكن ثانيه، طب ممكن يروح في المنجيز مثلا. يعني ممكن كمان يكون جاي من حاجه ريليتد، يعني حاجه مثلا في الاير ساينس لسه بقول لكم، او حاجه في عنده اوبايتس انترنا والاورجانيزم رفع على المنجيز يبقى دايركت من السكال. او يعني ممكن يبقى واحد واخد خطه في ظهره وحادثه بعضيه وظهره اتفتح وكسر مش عارف الفقرات وبتاع، يكون داخل الميكروب مباشره، يبقى الميكروب هيدخل يا اما هيماتوجنس يا اما دايركت سبريد. دايركت سبريد دي غالبا من انفكشن مثلا في سيبنا، انفكشن في الاير ساينس، اوبايتس انترنا، او يكون دايركت نتيجه تروما او حادثه جامده او حاجه. اللي معانا حاجه اسمها اكيوت سيربرو سباينال مننجايتس. الاكيوت سيربرو سباينال مننجايتس مشكلتها هو ده مننجوكوكاي، هو اصلا مسؤول عن معظم حالات المننجايتس في الكون كله. بتكون دروبليت انفكشن، الاورجانيزم بيعيش في النيزوفارينكس، فممكن بسهوله يخترق الكريبريت فورم بتاعته الاسبوعين دول ويعدي في المننجيز. فدي المشكله بتعمل ايبيديميك ويفز ازاي؟ طفل في فصل والفصل بيبقى 42 طفل، وبعدين عنده الاورجانيزم قاعد في النيزوفارينكس، فطبيعي ان هو عمال يقفص ويقح، فبيحصل بروبلم انفكشن، فالفصل كله اتقفل. ليه؟ ما
هو انتشر من بلبن من بلبن من بلبن، كلهم دخلوا الدور الصومالية وميجر اليفيشن والصورة اللي هنتكلم عليها. أو يقول لك بقى في بيبينك بالقافلة في المدرسة دي في المدرسة، فاهمني؟ جيب منطقة ياخد المنطقة، جيب مثلا معسكر مش عارف جيش ولا كشافة ولا إيه، ياخد المعسكر كله. يعني الفكرة إن هو بيعمل بيبينك وإزاي طريقة الانتقال بتاعته بقت سهلة. أنا بقول لكم الأساس في المنجاز اسمها بلاد بور هيماتوجينوس بريد، لكن المرة دي بيقول لك بقى إيه؟ كله بقى دروبلت انفكشن، فمعدل الانتشار بتاعه ايه ده؟ عشان كده ممكن يحصل حاجه اسمها ايبيديميك ويفز اوف اكيوت سيريبروسبينال مننجايتس. يقولوا عليها ايه بالعربي؟ ها؟ الالتهاب السحائي. ها الاغشيه المخ دي هي يقول لك التهاب الاغشيه او الالتهاب السحائي، وده بيجي في صوره ايبيديميك ويفز رهيبه ممكن تقفل اماكن كتير. طيب هذا المرض ككلينيكال بيتشر يتميز بيه، ركزوا عشان نعمل ايه نضرب عصفورين بحجر واحد. هذا المرض يتميز في سيمبتومز وفي ساينز. يجي يشتكي من حاجات وانا هفحص الاقي حاجات. هيجي يشتكي من ايه؟ هيجي يشتكي من الحاجات بتاعت زياده الانتراكان انفكشن. بص يا ولاد البريد اصلا كده ملفوف كده على بعضه كده 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 عشان يقعد في حته صغيره، ده الانتراكرينيال كافيتي. بمعنى احنا عايزين نفرض البريد ده هياخد مساحه كبيره، هو ليه في تعاريب وفي لفات وتنيات وحاجات؟ عشان انا عايز الف حاجه كبيره في مساحه. يعني اذا البريشر جوه من غير حاجه هو مكفي بالعافيه. ايه رايكم لما يحصل انفلاميشن في الجيس؟ مش الانفلاميشن ده يعمل شويه ورم والورم ده هيزود الانتركين تنشن؟ خلاص هو منطقي جدا 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 ان الناس اللي عندهم من الفيروس الشكوى الاساسيه بتاعتهم هي كلمه انكريزنج الانتركين تنشن، وانتم فاهمين بقى سيفير هيدك وبروفايل بونتد اورجانيك اورجانيك بلس. المرض ده توكسيك ولا مش توكسيك؟ توكسيك ولا مش توكسيك؟ جدا أبطل يحصل حاجة اسمها بروستريشن. يعني ايه بروستريشن؟ أي إعياء شديد تعبان جدا. بلس كلمتين، كلمة اسمها كلمة اسمها فيروفوبيا وفوتوفوبيا. ايه الكلام ده؟ بصوا يا جدع، لما بيحصل من الجايبس بيحصل زي اكسيديشن أو انفلاميشن حوالين الستيبلوكوبيون وحوالين الأوبتيك. حوالين الأوبتيك تقدم عليه فيبقى زي مسافه اريتيشن للاوبتيك، كانه شايف بس هو كان حاجه عملت تعمل استيميشن للاوبتيك، حاجه عملت تعمل استيميشن. فيجي العيان ده لو في اضاءه ولا حاجه مش عارف يفتح عينه في الاضاءه، مش عارف يخرج في الشمس، هيبقى اسمها فوتو سنسيفتي او فوتوفوبيا. في نفس الوقت في برضه حوالين الاستيميشن زي ما يكون في حاجه عملت تعمل اريتيشن، اصبح ان هو مش قادر اي حد يكلمه انا مش قادر اسمع. لا وقت صوت شويه هو متوتر من اي صوت او من اي اضاءه حواليه. ايه الفكره؟ ان الكرينيا النيرفز بتاعته رقم 2 ورقم 8 حواليهم حاجه، حواليهم المنجيز او حواليهم شويه اكسيديشن او انفلاميشن وعامله زي ما تكون حاله اريتيشن، هو متعصب جدا. دي كلمه اسمها فوتوفوبيا. يعني فوتو يعني اشوف، فوبيا خايف، ها وفين وهيبه، ها اللي هو الصوت. يعني هو لا مستحمل صوت ولا مستحمل اضاءه، لا مستحمل صوت ولا مستحمل اضاءه، هو ده في المرحله اللي هي بتاعت السيمبتومز. ده السيمبتومز زياده في الانتركين تنشن مع التوكسيك مانيفستيشن الرهيبه مع كلمتين فوتوفوبيا وتينوفوبيا. كساينس بقى، كساينس في حاجات جنرال اكزامينشن كالعاده، وفي كلمه انتوا عارفينها كويس جدا وهنسمعوها دلوقتي اسمها مننجل اريتيشن، وفي كلمه ثالثه اسمها نيورولوجيكال ديزيزز. يلا نشوف. اولا جنرال هنعمل البايفر ساينس اللي هم هنشوف طبعا البلس، هنشوف لازم التمبريتشر المرض توكسيك اساسا، والبلس والبلد بريشر والريسبيراتوري، وهنزود عليهم كلمه السكن اللي ممكن يحصل ساعات سكن راش، وطبعا عامل بيبقى ريتابل جدا، الريتابلتي وريستنسنس رهيبه. العين قلقان، الحراره بتاعته عاليه ممكن توصل 39 39 ونص. المفروض طبعا الحراره دي يحصل ايه في البلس؟ حقيقي مش كل ارتفاع درجه قدامهم 10 15 هنا يا ولاد الحراره بتاعنا لكن البلس مش بعيد قوي، سميها ليتل. وعلى فكره دي تفسرها حلوه قوي. تفسرها ازاي؟ هو ليه عنده ليتل؟ لان هو عنده حاجه عامله حراره بس في نفس الوقت في زياده في الانتراكرينيال تنشن ونش ستيمليت، قلناها مليون مره ستيمليت سي اي سي كارديك انهبيتوري سنتر، فبدل ما يزيد البلس هيبدا يبقى طبيعي قوي ايه اللي بيحصل معانا ريلاتيف برادي، بقى برادي كارديالي عشان زياده الانتراكرينيال تنشن ستيميوليت سي اي سي. طيب على مستوى البلد بريشر هتلاقي الضغط بتاعه عادي،
الا لو كانت الحاله سيفير في حاجه اسمها اديسونيا كرايز تخلصوا منها. بص يا دكتور السيفير فورم اوف مينينجايتس جاي من حاجه اسمها ووتر هاوس فريدريكسون سيندروم. بس سؤال شافوه ايه اللي بيحصل؟ ده سيفير انفكشن ووتر هاوس فريدريكسون تيجي صوره بربرا بربرا فرمنت او فرمنت بربرا بربرا فرمنت او فرمنت بربرا هو يحصل له اديسونيا كرايزز ويجي بصوره دي اي سي تبقى صوته ده سيفير انفكشن ديزيز. حلو مش حلو راح نطلع سيتوكاينز لان دمها بليتلتس اكتيفيتنج فاكتور بدات تجمع الكواجيوليشن فاكتور ها والبليتلتس في اماكن كتيره تعمل له ثرومبوزس حصل كونسبشن لمين؟ البليتلتس والكواجيوليشن فاكتورز فحصل لنا دي اي سي زي صوره دي اي سي اللي ضمن انها لو حصل ثرومبوزس في السوبر رينال ارتريز تعمل حاجه اسمها اديسونيا كرايزز. ايه الفرق بين الكلمه دي؟ اديسونيان كرايسيس واديسون ديزيز. اديسون ديزيز ده مرض بيبقى جاي جايب الهلاوه واحده واحده انا جاي كده بالراحه يبقى اسمه اديسون ديزيز. لكن لما يكون اسفنقفل طب المرض ده هنا ايه؟ اسفنقفل يعني جه مره واحده فنقفل فبتبقى اسمها اديسونيان كرايسيس. مش كده بس لما البليتلتس قلت بدا يحصل بربريك ربشر في مساحات كثيره من الجلد اصبح الجلد كله عباره عن بربره واصبح ضغطه واطي جدا وكمان دي اي سي مالتي اورجان فيلر ممكن يتكل على الله. والفكره كلها هي مديوتد بالسيتوكاين والسيتوكاين اسمه بليتلت اكتيفيتنج فاكتور. في هذه الحاله امرجنسي عندي دي اي سي مصيبه عندي اديسونيا كرايسيس سيفير هايبوتنشن او عندي بربرا فورمنت. يبقى اذا لما اقول لحضرتك البلاد بريشر هيبقى نورمال الا اذا كان عندنا اديسونيا كرايسيس. اديسونيا كرايسيس ما عنديش لا كورتيزول ولا اندوسترون فالضغط هيبقى واطي ماشي كده. على مستوى الريسبيراتوري طبعا هو ممكن يبقى يزيد شويه مع الحراره لكن هو في حاجه ثانيه هو لو حصل انفكشن للحته بتاعت المدلة الاوبنداتا او الكورتكس ممكن يعمل الريجولاريتي في الريسبيريشن. مش قلنا امبارح مثلا لما حد يبقى عنده كوما في خلل في السيربرال هيمسفير يعمل حاجه اسمها كارني ستوك مثلا لما يكون مشكلتي في المدلة الاوبنداتا يعمل حاجه اسمها اتاكسيك او ترانسيك يقعد يعلى ويسرع ويبطئ فبالتالي ممكن يحصل الريجولاريتي لو حصل مشاكل في دول. يحصل نون سبيسيفيك سكين ليجن نون سبيسيفيك سكين راش نون سبيسيفيك يحصل دايما عنده ريستلسنس وارتابيلتي وقلقان وخايف هيبقى ده جنراليزيشن مهم جدا يا ولاد مهم جدا. يبقى عندي الاربعه فايتال ساينز مع السكين مع الارتابيلتي. بالنسبه للاريتيشن هتبتدي خمس حاجات انكريجيتي وعضو ترانسبوزيشن وكيرنكس ولاسيجو وبروفيلست كل مش عارفهم بيخلي جنبه يجيبه على قفاه خلاص عارفينهم ولا لا؟ عارفينهم بس هنا هيبقوا ينفركض ولا حاجه بسيطه. ايه يا ولاد؟ انا بتكلم على ايه اصلا؟ مننجايتس يعني ايه؟ يعني المننجايتس اريتيشن هتبقى ايه؟ هتبقى حاجه ماركت واضحه جدا. طيب يجي على مستوى البرين هو الديزيز اوف مننجيز يعني بعيد عن البرين والسبينال كورد والكلام ده يعني مش هيعمل نيورولوجيكال ديزيز الا لو كانت الحاله سيفير. طب لو افكت مثلا الكورتكس ولا حاجه ممكن يعمل شويه كوما يعمل اريتيشن ممكن يعمل كونفرجن. دكتور هو انت امبارح قلت من ضمن اسباب الابليبسي مننجايتس؟ والله قلت. يا دكتور وانت قلتها من ضمن اسباب الكوما؟ والله قلت. مش قلنا ان الكورتكس مساحه كبيره اهي ما هو يعمل ايه؟ يعمل كوما ويعمل كونفرجن ممكن يعمل كرينيال نيرفس افكشن يقول لك الاكسيوبيت والانفلاميشن يمتد على مستوى الكرينيال بس يحصل عنده كرينيال نيرفس افكشن لفتره مؤقته. ممكن يا ولاد از كومبليكيشن يحصل فوكال نيورولوجيكال ديزيز الانكفالايت سوري البرينجايتس دي ممكن تعمل افكشن للبرين تيشن اللي تحتها يبقى اسمها انكفالايتس ولو حصل كده ممكن يجيب لك نيورولوجيكال ديزيز. ممكن على فكره مع الطفل صغير وعنده برينجايتس ممكن يحصل له هيدروكيتوس. ايوه يحصل له هيدروكيتوس ازاي؟ لا هايبركيبرس ازاي يعني؟ عشان عندي زياده في الانتر كونكشن رهيب جدا مش كده ولا ايه؟ عشان كده بص يا دكتور العيان ده هو عنده جنرال مانيفستيشن وعنده بلينجر اريتيشن وعنده مايلد نيورولوجيكال ديفيسيت يعني امراض النيورولوجي اللي عنده كموتور وسنسوري وكرانيال هي موجوده بس على ايه؟ لان المرض اساسا فين؟ بلينجر. ممكن نركز دي عشان نخلص. انا مش هشرح ده اساسا انتفاضات والله ما اشرح ده اسمه انكفالايتس. واصلا ما بيجيش سؤال اسمه انكفالايتس انا عايزه يجي. يجي. هقول لك انكفالايتس اشهر حاجه فايرال انفكشن واي حاجه من اللي قلناهم تعملها. الكلينيكال بيكشر بتاعته الجنرال مانيفستيشن دي السيمبتومز هي هي. والساينس نفس دول هم
meningeal irritation mild وneurological disease severe. يعني ايه severe neurological disease؟ دكاتره ده احنا كل مرض بناخده بنقول في عنوان اسمه inflammatory. يعني بقول لكم مثلا ايه رايكم لو حصل السيربلايتس؟ هيقول لك صوره السيربلايتس اتاكسيا. لما اقول لك حصل انفلاميشن اوف بيزل جانجليا ده ممكن يجيب لك صوره باركنسونيزم. شايف كده مثلا بوست انكفاليتك باركنسونيزم، يعني بعد ما حصل له انفلاميشن. ممكن عيان اللي عنده انكفالات يجي لك في صوره تيبليجي، يجي لك في صوره بارابليجيا على حسب هي حصلت فين، يجي لك في صوره مونوبليجيا على حسب هي في السباينال كورد ولا فوق. انكفالي مايلايتس بتيجي في الاثنين، يعني بتيجي في البرين او بتيجي تحت. الفرق ما بين كلمه مننجايتس وانكفالاتس هي معده. لو كان مينلي مننجيال وليتل نيورولوجيكال ديفيسيت يبقى ده مننجايتس. لو كان مينلي في عندي نيورولوجيكال ديزيز وليتل مننجيال انديشن يبقى ده بتاعتي حالف. وكلاهما يشترك في الجنرال توكسيك مانيفستيشن. سهله سهله ولا لا؟ يعني لو انت عنده سخونيه ومش عارف ايه حراره والكلام ده، ولقيت بنجر انتشن على خفيف، لكن لقيت فيه ديبليجيا، لقيت بارابليجيا، لقيت كرينيال نيرف، لقيت سيريبيلم، لقيت اتاكسيا ديس ارثريا، مش عارف ايه الكلام ده، يبقى انا بتعامل مع حاله انكفالايتس. لو ما كانش يبقى الحاله بتاعتي حاله مننجايتس. كومبليكيشنز اوف مننجايتس حط لي ايتس في كلمه مفيده بعد البرين، يعني البرين تقول له هيبقى خلاص نيورولوجيكال ديزيز كومن. ممكن يحصل توتال نيورولوجيكال ديزيز على حسب المكان اللي حصل فيه مننجايتس. على مستوى القلب ها اندوكاربيتس بريكاربيتس. على مستوى يحب قوي الجوينتس يعمل ارثرايتس. على مستوى الجوينتس العين كونجكتيفايتس وايرايتس وادوسايكلايتس. على مستوى الجلد نحط اي حاجه بايلونفرايتس بايلايتس. ممكن اوركايتس الميل. ممكن يعمل اي حاجه انفلاميشن في اي مكان ايبوديدمايتس. حط ايتس مع كلمه مفيده يبقى دي كومبليكيشن زي اي مرض خدناه قبل كده كانفكشوال ديزيز. ماشي الحال ولا ايه؟ البوليبينيا انا بتكلم على اكيوت سيربوس بانر ميجر. سؤال نظري اكيد بطن واطفال هو مشكله ان هو دروبلت انفكشن. عايز تمشيها كلاسيكال تمشيها كلاسيكال. ايديولوجي بوست بروبلم برينجوكوكاي. ممكن حاجات ثانيه لكن الاساس هو برينجوكوكاي. المود اوف ترانسميشن دروبلت. والولاد اللي عادي واخدها منين؟ دايما من بيشنت من بيشنت دايما من بيشنت. والانكيوبيشن بيرود من 2 ل 5 ايام. من ضمن الحاجات اللي هي من 2 ل 5 زي الكوليرا مثلا. فهمتوني؟ جاي اتكلم عن الكلينيكال بيكتشر بتاعكم. الكلينيكال بيكتشر هقسمها الى سيمبتوم وساينس. والساينس جنرال وبنيجر اريتيشن عنيفه عنيفه وزدت النيورولوجيكال ديزيز وحط الكومبليكيشنز. عايزين نشخص يا ولاد نعمل انفستيجيشن. نعمل ايه؟ نعمل سي تي بريد. انا موافق هتلاقي في انفلاميشن في البريجيز. هنعمل سي اس اف اكزامينشن بس كويس قوي بقى شويه بالراحه كده من هنا. حد عارف السي اس اف بريشر كام؟ 28 بين الانترنت ماشي كده؟ طيب هل يحتوي على بروتين؟ عايزين نخلص من الحته دي عشان داخل معانا الثلاث دروس يلا خلصوني يعني. يحتوي على بروتين وعلى جلوكوز وعلى كلورايد مش كده؟ البروتين قد ايه؟ من 20 ل 40 ايه يعني؟ مللي جرام بروتين؟ ما دي واحد خالص ها؟ جلوكوز؟ 40 ل 80 او بتمشي من 50 ل 80 بس انت قلت الكتاب على فكره 40 ل 80 ها الكلورايد هي بتاع 720 ها 720 هنا 750 مللي جرام بير دي ال ماشي ولا هل يحتوي على خلايا؟ من 0 ل 5 بالاتش دي ال حلو كده؟ طيب بص بقى بص ركز معايا كويس قوي. لو عملت سي اس اف اكزامينشن ولقيت في خلايا كتير حد نوعها هل هي خلايا بوليمورف ولا خلايا لينفوسايت؟ لو كانت بوليمورف انت ماشي مع سيبتك مع بكتيريا بس هتلاقي دليل تاني البروتين زياده ما في انفكشن كتير قد البروتين وفي الجلوكوز والكلام ده وفي نفس الوقت الجلوكوز هيبقى قليل لان البكتيريا بتاكل. فهمت ولا لا؟ يبقى ايه صوره السيبتك مننجايتس؟ اولا هلاقي الخلايا كتير ونوعها بوليمور والاقي البروتينات عاليه وهلاقي الجلوكوز قليل والكلورايد نورمال. لكن شويه تحاليل يقول لك تربت لانه بقى فيه بروتين وفيه بصل وكده فهمتوني ولا لا؟ والبريشر بتاعه هيبقى عادي يبقى هاي سي اس اف بريشر وتربت اللي هو الاسبكت بتاعه ويحتوي على بوليمور والكثير من البروتين والقليل من الجلوكوز. ركز في اللي هقوله. اما لو كان تي بي فبرضه البريشر عالي وهو تربد والكلام ده ويحتوي على الليمفوسايت يبقى الخلايا اسمها ايه؟ بس خدوا بالكم حتى البروتين زياده ما فيه انفكشن. الجلوكوز نورمال الكلورايد هو القليل. التي بي مملح بيحب ياكل بيحب ياكل الكلورايد ودي كلمه مهمه. الفيروس بقى صايم ما بياكلش حاجه. الاقي فيه الليمفوسايت البروتين ممكن عالي شويه الجلوكوز نورمال والكلورايد نورمال. يبقى اللي هياكل الجلوكوز هو البكتيريا اللي هياكل الملح اللي هو التي بي اللي مش هياكل حاجه يبقى ايه؟
يبقى اسمه سي اس اف اكزامينشن مش انا بس مش البكتيريا من الجنس مع اي حاجه عشان في ناس بعد كده اسمه تيوبركلس من الجنس اقول لكم هو ايه هو تي بي وراح للمنجيسي يا ولاد واحد كان عنده دور من التفوكس اعزل والمناعه قلت فراح انتشر في ماتيرنس وقعد في المنجيس عن فكره من كتر الكومبليكيشنز او اكسترا بارموني مانيفستيشن كان روح للمنجيس فاهمني ولا لا؟ ها او المناعه قلت فهو انتشر وقع هناك لما قعد في المنجيس عمل ايه؟ عمل نفس الكلينيكال بيكشر دي بس لما جيت اعمل له سي اس اف اكزامينشن الصوره كانت مختلفه واحد عنده فيرال انفكشن نفس الكلام بس صوره الايه؟ السي اس اف مختلفه نرجع لموضوعنا بكتيريا مش انا خدت سي اس اف وحللته وقلت انها بكتيريا طب انا خدت عينه هتعمل كالتشر وسبيسيفيك ليه؟ شفت مين الاورجانيزم اكتر حاجه اللي هو ايه تصنيف وايه الرينج كوكاي جرام نيجاتيف ايه؟ جرام كوكاي ها ممكن على فكره تبقى نيوم كوكاي جرام بوزيتيف ممكن على فكره تبقى هيموفلس انفلونزا تبقى جرام نيجاتيف بس يعني ممكن الكالتشر يطلع لي مين هو الاورجانيزم واشوف هو هيستجيب لاي انتبيوتيك يعني اعمل كالتشر واحد على فكره انا مش هسيب العيان انا خدت العيان خلاص وهبدا اعالجه على اغلب ظهري لكن لغايه لما يطلع التحليل بتاعه مش هخسر حاجه وانا اعمل كالتشر الفكره دي معروفه يعني طيب لو عملنا سي بي سي بقى بره سي اس اف سي بي سي ممكن نعمل شويه فيكوزايتوزس طبعا موضوع مظبوط شويه كانيميا بتاع الاي اس ار والسي اكتيف بروتين دي كلها حاجات مش سبيسيفيك هتعمل له اكس راي او سي تي على الاسكالب عشان وجودكم ممكن يكون المصدر بتاعنا مثلا اللي هي الميوكرومايكوزز دي او يكون في الاير ساينس ولا حاجه او في السنان او في الودان ادور على المصدر اعمل تشيست اكس راي هو ده يكون في نمونيا ولا حاجه هي اللي عامله كده ماشي الحال طيب عايزين علاج يلا المرض ده انفكشن ولا مش انفكشن انفكشن في بروفلاكس وفي كيوريتر بروفلاكس لما نشخص حلقه من راي الريشن لان المرض ايه؟ الابيدميك ويكس اقفل المدرسه اقفل الكلاس ده كله فاهمني؟ تاني حاجه هتدي بروفلاكس اللي هم الناس اللي كانوا قاعدين معايا كاتبين بروفلاكس ازاي؟ بيستخدموا من 50 600 مللي جرام يقول لك تجربه عبقريه انت اكتشفت انت النهارده دكتور في المستشفى حجزت عيني امبارح وقعدت تعمل له شويه حاجات فالصبح اكتشف انه عنده برنجايتس يبقى انت عرفت له ولا لا؟ انت عرفت له فلا بد انك تاخد ايه؟ كيمو بروفلاكس اللي هو الفانتازين مشكلتنا في الفانتازين حاجه ان هو دلوقتي مش بيتصرف غير مستشفى الصبح حتى الصيدليه مش حاجه اسمها الفانتازين الحل ايه يا ولاد؟ البديل بتاعه سيبرو فلوكساسين البديل بتاعه سيبرو فلوكساسين لو حد مثلا مسافر حج عمره مش عارف ايه لازم بدون تطعيم ليه؟ كانت الدنيا زحمه والحرب والكلام ده والناس بتقعد بقى التوقف والكلام ده فالناس تبقى قريبه جدا من بعضها ان كونتاكت يعني ففرصه ان اي حد ياخد انفكشن يعني بيقعدوا يحذروا بيرشوا حاجات بتاع سواء الزحام الرهيب فتلاقي الناس بتاخد عدوى من بعض فدايما قبل ما تسافر لازم بديك الايه؟ بديك هذا الفاكسينيشن وان كان الفاكسينيشن انفكتيف قوي لكن بيستخدم طيب بعد كده ثيرابيوتيك المرض ده انفكشن يبقى اربع حاجات جنرال اللي هو الريست واللايف نيوترون تايب والسبيسيفيك انتي بايوتيك ولو في قلب ديو اناليزك وانتي ايميتيك والهبل ده سبيسيفيك انتي بايوتيك اكوردنج تو كالتشر وسنسيفتي بس انا مش هستنى على اغلب ظني ده اللي هو الميدجوكوكاي فانا هبدا اديله سيموتاكس من 2 ل 4 مللي جرام يوميا او البديل بتاعها بنسلم جي او البديل بتاعهم الذي لا يستخدم هو كلورام تيميكول واحنا كده كده عاملين ايه؟ عاملين مزرعه كده كده احنا عاملين مزرعه لو كانت الحاله تي بي هدي انتي تيوبر بس لو كانت الحاله فايرال هو سيمتوماتيك وخلاص وسيب والغير في الوحده لو كان يا اولاد طبعا الفانجل انفوتريسن او انتي فانجل خدوهم على بعض يعني كلهم كمان يا اولاد في حاجه تعالج الكومبليكيشن ووتر هاوس في الريبسون دي ها ده اصلا ده ضغط وقت محتاج ايه؟ محتاج كورتيزون اصلا وفي بعدين حتى لو تي بي عارفين لو تي بي عامل من الجنس لازم في العلاج ده كورتيزون لان الموقع هنا ايه؟ أنا مش مستحيل اصلا يعني فلازم ده اللي الكورتيزون مش كان فيه انديكيشن اوف ستيرويدز وستريتمنت اوف تي بي كان من ضمنها لو كان حصل مننجايتس عشان ما يعملش افكشن للمنطقه اللي حواليه ونقلل فرصه الانفلاميشن. بيجي سؤال السيرفوس بين المننجايتس سؤال ملموم وسهل وحلو ممكن يجي بصوره مساله لكن الاكثر ما بيجي سؤال مباشر كده ها بتاع مننجايتس ده حلو الكلام؟ طيب مكتوب عن كده في كم حاجه مكتوبه عندك اللي هو التيوبركلوس نفس الكلام ما عدا السي اس اف اكزامينشن الليمفوسيتك اللي هي الفيرال انفكشن نفس الكلام ما عدا كلمه ما عدا كلمه اللي هو بقى السي اس اف اكزامينشن مختلفه. بعد كده في انكفاليتس هتعرف بس الكلينيكال بيكشر بتاعتها وتخلي دماغك فدانه شويه، تخلي دماغك كبيره كده وحلوه شويه. لو عندي لو جالي اي سؤال انكفاليتس في اي حاجه في البلاوة يعني واخد بالك هيبقى عندك استنباط جاهزه زي ما هي وعلى فكره موجوده كده في الكتاب. يعني هي حتى في الكتاب معموله كده، يبقى دي استنباط خاصه بالانكفاليتس او الدنجايتس مع فارق كلمه مانجر اريتيشن.
في differential diagnosis of meningitis. ما هو ايه كفايتس يا ابو عيد تقوله يا دكتور انا مش عايزين نقول ها بقى عندي مايلد ميجر انفيشن وعندي سيفير نيورولوجيكال ستايل. في كلمه اسمها meningitis قلناها كذا مره مع التايفويد ومع النمونيا والحاجات دي. بتعمل سيميوليشن للهايبوثالاموس سايتوكاينز. بتعمل سيميوليشن للهايبوثالاموس تعمل ليه دي مين اي دي اتش انتي دايوريتيك هرمون. ركزوا معايا لما يزيد الاي دي اتش يعمل حاجه اسمها ووتر انتوكسيكيشن يبدا يحوش ميه. لما يحوش ميه يحصل دايلوشنال هايبوريتريميا. انتوا مش عاجبكش انا عندي سيفير انفكشن هذا الانفكشن طلع سايتوكاينز راحت الهايبوثالاموس راحت طلع مين اي دي اتش بكميات كبيره. هذا الاي دي اتش بكميات كبيره خلى الجسم فيه دايلوشنال هايبوريتريميا يعني الاوزولاريتي بتاعت الجسم قد ايه؟ البريد بقى يعتبر هو كونسنتريت عن البلازما فيروح ساحب بالاوزموزس ميه كتير. طيب ده يحصل معانا برين اديما هتعمل ستريتش للمننجيز يجيب لك صوره مننجر اريتيشن. فهمت حاجه؟ ده بيقولوا عليها مننجيزم ودي اللي حصلت قلناها قبل كده مع التايفويد قلناها قبل كده مع النمونيا خاصه في الاطفال يقول لك بيحصل لهم مننجيزم. يعني ايه النظريه اللي انا قلتها دي؟ هو البرين يقول لك اخر حاجه بتاثر اصلا. تقول انت مش هو الجسم كله فيه بايلوش اشمعنى البرين؟ لا بياخد وقت على ما يتاثر. يعني حتى لما تيجي تغسل لواحد دايلسز اخر حد اخر مكان بينضف هو البرين. يعني هو عشان بس في حاجه اسمها بلايد برين بارير. ماشي الحال؟ تفرق ازاي يا دكتور؟ دي مننجايتس السؤال اللي حضرتك ما بصش في انتباهك. دي مننجايتس ولا سب اركمانيوم مالجي؟ ده هو يعني ايه سب اركمانيوم؟ عايز ديفينيشن اوف سب اركمانيوم مالجي. ايوه بلغن يعني سابت سيفير. لكن المنجز مش كده مش كده مش كده كمان التوكسيك مانيفستيشن ماركت مع مين؟ لكن اقل شويه بقى ممكن عنده لو جريد فيفر. واللي انت قلته اوكي انا موافق ان احنا نسحب ونشوف الدم بس انا بتكلم انا عايز اشخص بسرعه كلينيكال الاول نشوف اللمبر بكتشر اكيد ده بلاد والثاني هيبقى تربت ولا ايه؟ ها يعني هي فرق لكن هو من الاول كده صادم سليم ما تنساش الكلمه دي قبل الكلمات الايه؟ المميزه جدا. بعد كده تفرق ازاي المنجايتس دي هل هي بكتيريا ولا فايرال ولا تيوبركلس؟ واعتقد دي سهله واتكلمنا عليها. في اي مشكله في الجزئيه دي كده؟ ده كلام سهل. نيجي للبس الثاني برضه من الدروس المهمه واللي يجيبوك النظر هو الهيدك. شويه صداع بقى. بصوا الحاجات دي مش موجوده كلينيكال، الحاجات دي ما بتجيش كلينيكال، يعني سوري يعني مفيش حاله كلينيكال مثلا تجي لك منجايتس. ما فيش حاله هيدك وان كان في الجامعات بره في حاله هيدك ممكن تسال السؤال. فانتوا ما عندكوش الكلام ده فلما يكملوا يجيبوها كسؤال ايه؟ يعني يجيبوها كسؤال نظري يعني. هنبدا في كلمه هيدك. طبعا مهم كل حاجه فيه مهمه. كلمه هيدك اي بين اني بين فروم اي براو تو ذا ليفل اوف اوكسيبيتال اريا اي الم في هذا المكان في هذه المنطقه في اي جزء يعني يعتبر اسمه ايه؟ اسمه هيدك. كده من الفيبرا مش كده؟ لو كان الالم فيها
ها بينتقل عن طريق ها بيمشي عن طريق ريجيونال. اما لو كان تحتيها بيمشي عن طريق تسعة وبيمشي عن طريق السيرفايكال اللي هم واحد واثنين وثلاثة، يبقى الالم اللي فوق ماشي مع خمسة، اما الالم في الجزء اللي تحت ماشي مع تسعة وماشي مع الابر سيرفايكال. اوكي، يعني الكرينيال نيرفس اللي بين الالم هي اسمها كده. نيجي لاهم حتة بقى، كلاسيفيكيشن اوف هيدك. اشهر انواع الهيدك على الاطلاق هما كلمتين، كلمة اسمها تنشن هيدك وكلمة اسمها ميديكيشن اوفر يوز هيدك. بعد كده ممكن يبقى فاسكولار، ممكن يبقى تراكشن، ممكن يبقى مصل كونتراكشن، ممكن يبقى ريفير من حاجة. اولا تنشن هيدك از ذا كومنست. تنشن هيدك بيجي مع الناس اللي مستايق او متعصبة على طول، ودايما يبقى ليه كاركتر كده يقول لك ايه، محور راسي كده كلها، محور راسي كده المنظر ده، حد متوتر، حد زهقان، حد خايف، حد قلقان، الكلام ده يعني. هتيجي يعمل مذاكرة كده، واخد بالك يا محمد ايه؟ الراس كده كلها، وتضرب بقى حاجة عشان مش عارف تعمل ايه يعني. فدي اسمها ده اسمه تنشن هيدك، which is common، that's a common story. Medication overuse هيدك. من العادات السيئة للناس ان احنا اي حد يعني الصيدلية مش لازم روجيبتا عشان تصرف الدواء. في بعض الدول كذا لوكال ديبروفر بين المخدرين حتى الدواء عربية يعني. مفيش صيدلية بتطلع دواء الا بروجيبتا الدكتور، لازم دكتور. احنا المشكلة ان جيت وقت الاسبرين ده ريمو كان بيبقى عند البقال. والله عند البقال. وما زال؟ ما اعتقدش يعني، بس هو كان كده. بلاش والله استغربت حاجة، في سوبر ماركت ده حتى كنت في السعودية بتاع السوبر ماركت فيه بنادول. اللي هو اصلا باراستامول اللي هو موجود في كل البيوت بيتباع في السوبر ماركت. متخيلين دي ولا لا؟ فاصبح طبعا مصيبه. ايه المصيبه؟ ان اي حد بياخد ايه؟ اي مسكن في اي لحظه. طب الست بقى المصريه اللي ركبت وجعها وعندها صداع وظهرها ومش قادره، انا كل يوم بتاكل، كل يوم بتاكل ايه؟ بتاخد انرجيزك. اصبح جسمها اصلا متعود على هذا الانرجيزك، فلو جت يوم ما خدتوش تقدر تصدع. انت عارف كانها بتسحب حاجه من جسمها، كانها بتاخد حاجه مخدره وانت بتسحبها، سواء بقى بروتين بقى كتافلام مش عارف بنادول برامول اي حاجه. فده اسمه ميديكيشن اوفر يوز هيدك. وده على فكره تاني سبب الهيدك في العالم، وده حله انك توقف المسكنات، توقفها تخليها تستحمل يوم واثنين وثلاثه وعشره، بعد كده هيروح. لازم كده، لازم تقطع هذا الموضوع. يعني علاج الميديكيشن اوفر يوز هيدك هو ستوب اوف ميديكيشن، وقف الميديكيشن، وقف الحاجه اللي عامله كده. فاسكولار هيدك ده الكبير بتاعنا بقى. الفاسكولار ده يا اما يكون مايجرينس اللي هو المايجرين يعني، ونون مايجرينس. ها المايجرين ببساطه يا ولاد ببساطه هو بيحصل فازو دايليتيشن، بتعمل استرتش المنينجيس. هذا الاسترتش المنينجيس يعمل هذا الالم، فيجي عنده حاجه اسمها مايجرين. هناخده بالتفصيل او حاجه زيه، بس ما بيكونش بقى، بيكون السبب بتاعه هو هيستامين. زياده الهيستامين ده بيعمل برضه فازو دايليتيشن، حاجه اسمها كلاستر هيدك. فده بنسميه مايجرينس، اللي هو المايجرين والكلاستر هيدك ماشيين مع بعض. نون مايجرينس حاجات كتير. هو دلوقتي لما حد يبقى عنده هايبوكسيا، لسه واخدين قريب، لسه واخدين لما قلت لك الكاروتيد يبقى فيه انسفيشنسي. فيبقى فيه هايبوكسيا، هايبوكسيا تعمل بازو، تحصل استريتش للمينجيوس، ويبقى فيها هيدك مثلا يعني. يعني الهايبوكسيا لما اقول لك حاجه كمان، الهايبرتنشن ممكن يعمل هيدك، يبقى اوكسيمتر. حتى الهايبوتنشن هيعمل هيدك، لان هو سمسورته في هايبوكسيا، الدم مش عارف يوصل كويس. الحاجات الوزدروه، الكافيين وزدروه، حد بيشرب كل يوم 5-6 قهوه، جه اول يوم رمضان ده اللي بيصدع. هو صايم، ها ما صامش طول عمره، وجاي بيصوم رمضان، وكان بيشرب قهوه كتير جدا. القهوه عامله ايه؟ القهوه ده كافيين عامل له بازو كونستريكشن، بازو كونستريكشن، فمحافظ على بازو كونستريكشن، جه النهارده ما شربش قهوه. ها يحصل رياكت بازو، صداع رهيب. فاهمني ولا لا؟ فهي دي الفكره، اسمها كافيين وزدروه. ممكن على فكره النون مايجرينس ده في مرض وحش يؤدي الى بلايندنس، ها اسمه جاينت سيل ارترايتس او تمبرال ارترايتس. ده الارترز اللي هنا انفلتريتد بخلايا كبيره عامله زي جرانيولوما، لدرجه ان هي ولاد بتسد الليومن بتاعها، اصلا مفيش دم واصل اصلا، يعني هيبوكسي وحواليها كمان في انفلاميشن. حاجه اسمها تمبرال ارترايتس، او اسمها الثاني ها جاينت سيل، هناخدها مع الاوتوميون ديزيز، او هناخدها النهارده تقولها مع الهيدك. فده اسمه نون مايجرينس. يبقى اذا في مايجرينس وفي نون مايجرينس. برضه النون مايجرينس ده بيحصل مع الهيدروجليسين، واحد مش واكل، فده عنده صداع كده في المنطقه دي. والفكره برضه ان مفيش اكسجين واصل كويس. يعني الخلاصه كلها ده كمان اسمه فاسكولار، والفاسكولار نوعين، يا مايجرينس يا نون مايجرينس. طيب تراكشن حاجه عامله ستريتش للمننجيز ازاي؟ برين تيومر. ها برين تيومر يا اولاد، هو التيومر ازاي هيزود الاندر كان تنشن؟
والله هو الواحد سبيس وكوباين جرين وبيحصل فيه هامر ممكن يسد السي اس اف او الفينا سترينش. فهي الفكره اهي يقول لك تراكشن عمل استرتش على المنجيز ماسل كونتراكشن هي ده كوتش از كومن. ده من الحاجات المشهوره برضه ما حدش بياخد باله منها. انت عارف انت عندك النهارده كل يوم كده يعني في السنه لو عندك يومين ثلاثه ايام رخمه مش الروتين بتاعنا يجي حتى الكرسي لا انا ما بشرح ده عادي مش مشكله واخد بالك. لكن مش المصيبه يجي ايه؟ ها يجي عندك انت قاعد في عيادتك برضه عادي انت قاعد في المستشفى ده عادي ده الروتين بتاعك. لكن عندك يوم اللي ايه مثلا رايح انت تقدم مدينه مثلا او انت رايح تعمل رخصه او رايح مش المشاوير الحكوميه فانت واقف في الشمس والنهار مش بتعمل اي حاجه طوابير وبتاع وبتاع البيروقراطيه والكلام ده فالشمس والنهار فانت عامل كده انت عشان تقلل قوه الشمس انت بتعمل كده. ده بيعمل مصر الفات او مثلا واحد سايق العربيه لفتره طويله فقاعد مركز فاكرته او قاعد بيذاكر غلط او كتير جدا يجي لك الناس شغله اصلا هو مهندس كمبيوتر وقاعد طول النهار كده اللي عمل غلط سواء سبازم في عضلات الرقبه او سبازم في الفيشيال ماسلز هنا هتعمل فازو كونستريكشن اصبح الدم واصل للبرين فبالتالي يدخل فيه هيدك دايما برزستنت هيدك يعني ممكن السيرفايكال سبونديليوزس تؤدي الى سيفير هيدك وبرزستنت هيدك في نفس الوقت دي برضه ما ننساهاش نحطها في الاعتبار. ممكن يبقى الفيرجو دي مشهوره يعني هو عنده مشاكل في عينيه مشاكل في الاير ساينسز عنده مشاكل في الاير مشاكل في السنان ودي مشهوره حتى انتوا اللي منكم يبقى في سيارات ولا عينيك واضحه ولا حاجه في مستشفى ويجيله حد عنده صداع هتقول له ايه؟ لا لا انت روح الاول روح اكشف اكول فيقول لك قال لي كويس روح طب قيس نظري وتعالى لي طب بص اقول لك حاجه طب الناس اللي ضغط ومنطقه تقعد تلففه وروح للسنان طب ما فيش حاجه في الكلام ده تعالى بقى اشوفك انا فاهمني ولا لا؟ انت بقى بتعمل اكسكلوجن على الحاجات اللي ايه؟ اللي ممكن توزع الم في هذا المكان. ممكن طبعا قلنا قبل كده تراجمنا نيرولوجيا قلنا لو بوست هيرباتيك نيرولوجيا داخله معانا كديفرنشال دايجنوزس لكن دي تايبس اوف هيرباتيك قبل كده سؤال تايبس اوف هيرباتيك تايبس اوف هيرباتيك دي مرصوصه سهله ما فيش فيها مشكله. من اهم انواع الهيدكس هي كلمه مايجرين الصداع النصفي او الشقيقه الصداع النصفي. ايه اللي بيحصل؟ ده بيكون دايما ريكرنت دايما برضه فاميليال اتاكس اوف ثروتنج بين اراوند الاي ممكن ياخد الناحيه كده كلها وبيكون دايما بيحصل في الفيميل اكتر بيكون في الميدل ايج اكتر الناس اللي بتفكر كتير اكتر الناس اللي عندها وسواس قهري الناس اللي هي متحضره اللي هم الكلاس ايه اللي عايز كل حاجه تمشي صح انا متعصب طول النهار. دايما ليه برسبتيتنج فاكتور التعب الشديد او ياكل جبنه او ياكل شوكولاته. من ضمن نظريات المايجرين ماده اسمها السيروتونين. والسيروتونين ده يعني ممكن يبقى هو الانشيتور او هو السبب عشان كده هو الميديتور يعني بيقول لك الجبنه والشوكولاته والحاجات دي اصلا فيها اللي هو التريبتوفان اللي هو بيتحول الى ما هو السيروتونين ده ايه؟ 5 هيدروكسي تريبتوفان. ها بيقول لك الجبن والحاجات دي والشوكولاته مليانه فدايما لما تاكل حاجه من دول ممكن يجي لها يبدا يجي لها افكار. المايجرين بيمر بمراحل في مرحله اسمها بروبروما وفي مرحله اسمها اورا وفي مرحلة الهيدك. البرودروما دي قالت مش اساسي. دي مش حاجة محدش بياخد باله منها، يقول لك ايه؟ ده هو قبلها بكذا يوم هو كان عمل مجهود عنيف جدا او كان صام مثلا يومين ورا بعض او ما كان مش عارف عنده شغل كتير ومتوتر كتير. دي حاجة قبلها فمحدش مركز معاها دي. الأورا هي التي تظبط الأتاك. والأورا دي بيحصل فيها فازو كونستريكشن. على حسب بقى المكان عندنا البلاد بيرنز بتاعت البرين كتير احنا قررنا بنعتبره بدلا لكن البرانشات الصغيره ها كتير فممكن الفازو كونستريكشن على حسب المكان جه فين على حسب هي جت فين يعني مثلا في واحد تبقى بصوره ايه فلاش شايف كده خيالات ولا حاجه ممكن سكوتوما يعني في حته مش شايف فيها حصل فيها فازو كونستريكشن في الريتنا فمش شايف في المكان ده ممكن تبقى بصوره هيمي فاريسيز متخيل يعني فازو كونستريكشن على مساحه كبيره بدل الناحيه الشمال بدا يجي فيها ايه بتاع الدكتور حصل فازو كونستريكشن هنا. هنا في الناحيه اليمين في الناحيه الشمال حصل فيها شلل مؤقت. لما الهيدك لما يجي له هيجي في الناحيه اليمين. مع ان الشلل كان في الناحيه انا بقول كلام عجيب صح؟ ولكن عندي هنا فازو كونستريكشن. طب حصل فازو يعني الدم اللي هنا حصل اسكيميا. فقال له شلل في الناحيه ليه؟ بس لما يحصل الهيدك هيجي فين؟ في الشمال. ليه هيجي في اليمين؟ ما هي لسه فيها فازو ولا فيش؟ ما هو لسه الفازو كونستريكشن عشان ما لعبت الفازو ما هو الهيدك ده نتيجه لايه؟ للفازو ولا فيش؟ ماشي ولا بصوا عشان تفهم انتوا اصلا متضايقين من الحته دي عشان اخلص اخلص منها هو ليه اصلا بيحصل هيدك؟ الله اعلم ليه بيحصل مايجرين مش عارفين لكن اشهر نظريه اسمها سيروتونين
اللي هو الفايف هيدروكسي هيدروكسي تريبتوفان، وده ليه ريسبتورز كتيره في الجسم. تريبتوفان 1 5 هيدروكسي تي 1 ده بتاع البرين، ده بتاع البلاد فيزل. ايه اللي بيحصل؟ الناس دول بيزيد عندهم السيروتونين مره واحده من غير سبب، فلما يزيد هذا السيروتونين يحصل بازو كونستريكشن، بدا مستواه يقل، هو كان عامل بازو كونستريكشن بازو كونستريكشن بازو كونستريكشن، مستواه قل، بيحصل ايه في البازو؟ جنبه حاجه فيقول لك ايه البازو كونستريكشن عمل لي مين؟ الاورا. البازو كونستريكشن هو اللي عمل لي ايه؟ هو اللي عمل الهيدك. فهمتوني ولا لا؟ تمشي كده. طيب يا دكتور ايه دليلك على كده؟ دليلي والله حاجه عظيمه جدا واخلصوا منها. لما يجي لي حد ديورنج الاتاك عنده مايجرين ديورنج الاتاك، اديله حاجه اسمها سيروتونين اجونست. لما يجي لي ان بتوين اتاكس بيقول لي انا بيجي لي يا دكتور صداع نصف كل شويه، اروح مديله سيروتونين انتاجونست. فقال لك يبقى نظريه السيروتونين دي هي اكبر نظريه. ديورنج الاتاك هديله، خليكم معايا كله موجود والله، خليكم معايا بس. ها سيروتونين اجونست يعني ايه؟ هديله حاجه تقوم بالاكشن بتاع السيروتونين. يبقى بدل ما يحصل بازو ريتيشن وصداع رهيب بيستل عندنا بازو، بس في مشكله ما بعد شويه هتفضل ماشيه على سيروتونين. ما بعد شويه ايه؟ ايوه بس انا بحافظ عليه فتره طويله بالبازو كونستريكشن، وبعدين على ما يكون دخل نام ولا حاجه تديله بازو ريتيشن وهو نايم ما يحسش بحاجه. فاهمني ولا لا؟ طب واحد بتديله التاكسي كتيره، هو النهارده جاي لي وحلو الحمد لله، فانا مش عايز اديله، اديله سيروتونين يعني انا امنع اصلا من الاول ظهور مين؟ هذا السيروتونين. فبالتالي مش هيحصل برضه كونستريكشن قوي، فبالتالي مش هيحصل برضه كونستريكشن قوي. فهمت قصدي ولا لا؟ يبقى تريتمنت اوف مايجرين ديورنج الاتاك برضه السيروتونين هو اللي مسؤول. يقول لك ايوه ما انا عايز احافظ على الاكشن بتاعه في برضه كونستريكشن. ها طب ايه بين اتاكس؟ هدي سيروتونين انتاجونست. فاهم انتوا قد ايه مشكله؟ الحته الثانيه يا اولاد، الفايف هيدروكسي تريبتوفان ريسبتورز موجوده في اماكن كثيره، يعني موجوده في الجي اي تي مثلا، يعني موجوده في الكدني، موجوده في حاجات كثيره جدا في الجسم. فتلاقي العيان ديورنج السيروتونين زياده هاي سيروتونين ليفل ده معاه اذر مانيفستيشنز انوركسيا نوزيا فومتنج فيرتيجو مش عارف ايه، يقول لك اصل هو ما اشتغلش هنا بس، ده اشتغل في اماكن ايه؟ في اماكن ثانيه. حتى عارف يا دكتور شركات الادويه لما حاطط لك السيروتونين اجونست ده حاطط معاه ميتوكلوبرامايد اللي هو انتي ايميتد، يعني ركبوا الاثنين مع بعض ليه؟ يقول لك ما هو طبيعي اللي معاه الاتاك هتلاقي معاه السيروتونين شغال في اماكن ثانيه، ودي اشهر نظريه ماشي كده؟ لكن في حاجه مش دي النظريه الوحيده، لان ساعات اصلا اكتر مايجرين بيحصل ما بيكونش معاه اورا، يعني الحته بتاعت البازو كونستريكشن دي مش موجوده. فيقول لك لا مش السيروتونين كل حاجه، هو لو كان في اورا نعتمد على مين؟ على السيروتونين. فردوا عليهم اصحاب نظريه السيروتونين قالوا لك مش فاهمين حاجه، هو النظريه الاساسيه السيروتونين، والسيروتونين هو المسؤول الاول وهو الاوحد، وكل واحد بيتشبث بالنظريه بتاعته. ها والناس اللي ما عندهاش اورا دول هو عشان البازو كونستريكشن كان حاجه بسيطه فما ظهرش قوي. فاهمني ولا ايه؟ فكده فدي النظريه دي الفكره. لكن في نظريه بتقول ان هو سيروتونين، في نظريه ثانيه بتقول لك لا ده المشكله في الكالسيوم، هو حصل برين هايبوكسيا مش عارفين عشان خاطر ايه، فراح دخل الكالسيوم، لما دخل الكالسيوم عمل لي بازو كونستريكشن عادي، ثم شويه خلص الكالسيوم حصل بازو دايلاتيشن. فهمتوني ولا لا؟ قال لك زيها بس بدل ما تقول لي سيروتونين تقول لي مين؟ تقول لي كالسيوم. وعلى فكره كبروفلاكتيك ها ادوا كالسيوم، ادوا حاجه كالسيوم بلوكر، واخد بالك؟ بحيث انها بحيث انها تمنع دخول مين؟ دخول هذا الكالسيوم، فتقلل في الاتاك. مثلا في نظريه ثانيه تقول لك لا الدنيا مش كده خالص خالص، ده اللعبه كلها في الدوبامين، وده اصلا هيشتغل في البرين ويعمل بوز ريتيشن هو السبب. ادي انتي دوبامينرجيك. في نظريه رابعه مش كده، تقول لك لا دي حاجه اسمها نيورو فاسكولار ثيوري. يقول لك اصلا هو المشكله في الناس دول طبيعتهم، طبيعتهم ايه يعني؟ مالهم الناس دول؟ قال لك البلاد فيزلز اللي عندهم، البلاد فيزلز عندهم فيها مشكله، فيها مشكله. ايه المشكله بتاعتها؟ لما يتعرض للتريجرنج فاكتورز ولا حاجه بيطلع من النيرف اندنج حاجه اسمها ماده اسمها السبستانس بي. السبستانس بي بتعمل حاجتين، بتجيب انفلاماتوري سيلز حوالين الاعصاب كده حوالين البلاد فيزلز وتعمل بلاد ريتيشن، فده اللي بيعمل هيدك. فقال لك نيورو فاسكولار ثيوري يعني تريجرنج فاكتور ان سسبتبل بيشنت. عمل حصل ايه اللي حصل لما جاله تريجرنج فاكتور في عرض ستريس لهانجر لاي حاجه؟ بدات تطلع عنده ماده اسمها سبستانس بي. دي بتعمل لي انفلاميشن وفي نفس الوقت تعمل بازو دايليتيشن. بص يا دكتور تقول لي مين النظريه الصح؟ والله كل واحد ممكن يجي له مايجرين بنظريه من دول، ممكن اكتر من كده الله اعلم ايه السبب. بس انا اللي كنت عايز اقوله حاجه، هي دي نظريات دي ثيوريز، الله اعلم مين اللي صح
الكلينيكال فيتشر هي الاهم. ها برودوما مش هتبان لانها قبلها بايام، لكن لو حصل اورا يبقى انا عندي بازو. على حسب بقى هي فين، على حسب المكان فين دول، ولا ممكن تبقى في الريتن عشان تسقطوما. ها ممكن تبقى يا ولاد في اريا 44 زي زول بافيزيا الاورا بتاعته افيزيا مثلا، يعني ها هيمي باريسز هيمي انافيزيا على حسب المكان اللي حصل فيه بازو. ها كونستريكشن، لما يحصل بازو ريزيشن يحصل الهيدك، واحسن طريقه لهذا الهيدك احسن طريقه اونست كورس ديوريشن اسوسيشن وات انكريز وات ديكريز. ها افكت اوف تريتمنت واللقطه التالت طريقه العمل. ها والسايز والراديشن ولا هيدك ولا مش هيدك، مش ده بين هيدك هيدك يعني ايه؟ الم هو الم ولا مش الم بين؟ فتعملوا اناليسيس بطريقه البين. ها العنصر بتاعته صدم عنصر الكورس انترميتنت يعني يجي ويروح، هو اللي عنده مايجرين معاه على طول اللي هو فين؟ بس ما انترميتنت. ها الديوريشن بيقعد فروم فيو اورز لغايه 72 ساعه، ممكن يقعد 3 ايام. الاسوسيشنز اللي معاه اوتونوميك مانيفستيشنز، ممكن يوصل بالبيتيشن نوزيا فوميتنج الكلام ده. البريسيبتيتنج فاكتورز دايما دايما لما ياكل شوكليت او تشيز او حتى يتعرض لستريس. الريليفنج فاكتور الريست النوم، على فكره المايجرين بيختفي بالنوم. يعني لو واحد عنده اتاك اوف مايجرين وقدر يضل من الاوضه ويدخل في النوم هيروح الاتاك، لان طبعا هتعتبر ريست بالنسبه له. فالامور هتفرق، بيستجيب العلاج بيستجيب. اللاست اتاك زي ما اقول لك السايد فين المكان بتاعه؟ المكان بتاعه اراوند الاي هنا اراوند الاي. طب دي راديشن هياخد التبر دي كلها، ياخد المكان ده كله، ياخد الجنب كله. الكاركتر ثروبنج، ثروبنج يعني نح نح مفهومه، ودايما يكون في ناحيه واحده. مرات على فكره المجرين في ناحيتين عادي، ممكن في ناحيتين، وبعد كده سم دخل في ناحيه وسابق الناحيه الثانيه، فاهماني؟ فممكن يكون في ناحيتين عادي، يبقى ثروبنج بين ثروبنج هنا الكلام هنا وسمع في الحته دي، وده مشهور جدا. هو بيجي صادم قاصد انترميتنت كورس يقعد من دقائق الى هو طبعا الدقائق دي هو ممكن ساعه ساعتين يوصل ل 72 ساعه معاه اوتونوميك مانيفستيشنز بيزيد بالاكزايتيشن او الاستريس، يزيد مع التشيز والتشوكلت، يقل مع الريست. ها يستجيب للسيروتونين اجونست كعلاج، يعني السايت هيبقى حوالين العين وسمع في التمبلت كلها والثروبنج ان كاركتر. يبقى احنا كده وصفنا حاجه اسمها مايجرين. دايما الاتاك اوف مايجرين فولود باي بوليوريا، يدخل بعدها الحمام. يعني هو جات له اتاك وراحت الحمد لله، هي راح الحمام مرتين ثلاثه. ايه اللي حصل؟ لما كان حصل بازو كونستريكشن حصل شويه برين اسكيميا، طلعت برين ناتريوريتك بالتايد. كملوا برين ناتريوريتك بالتايد. ها ممكن يبقى زي قلنا فين قبل كده؟ مع هارت فيلير مثلا، مش كده؟ او حتى لو حد عنده تاكي كارديا رهيبه ممكن بعد يدخل الحمام شويه طلع هذا الناتريوريتك بالتايد، هو طلع من البرين فيؤدي الى اتاك، يبقى فولود باي بوليوريك اتاك. خلاص؟ تايبس اوف مايجرين الانواع بتاعته في، على فكره في كلاسيكال لازم يكون في اورا ثم مايجرين، او ده يمكن مثلا نسبه صغيره 10%. الكومن مايجرين اكثر من 80% معهوش اورا. معهوش اورا ليه؟ انا بسالكم معهوش اورا ليه؟ حاجه من الاثنين، حاجه من الاثنين، يا اما اصلا كانت حاجه بسيطه فازت ونظريه الخبيث ما ظهرش، يا اما نظريه ثانيه. مش لازم يكون نظريه سيليتون او كالسيوم، يعني مش لازم يحصل معانا الايه؟ لا الاورا، ما في نظريات اخرى ما فيش معانا اصلا حوار الاورا ده. في بقى عايز حد يشرحها لي. ها اوفثالموبليجيك مايجرين، يعني حصل معاه اوفثالموبليجيا يعني غلط في الكرينيال نيرفس. ايه اللي حصل؟ مع الاورا كان في بازو كونستريكشن رهيب، وكانت في الحته في البرين ستيم بتاعت الاوكيولر. فايه اللي حصل في العين؟ بقى في جلد بتوتس وسبوت اثناء الاتاك وبعد شويه خلاص راح. انا شفت حالات كانت محطوطه في المستشفى كده. بص يا دكتور البايخه اللي جايه فيشيال مايجرين، يقول لك بص يقول لك بصوره باراليزيس بالفيشيال، باراليزيس ده هو موتور فيشيال. والسبب ايه؟ انا في بعض ما نسيتش عشان شويه خير. خد اللي بعدها هيموبليجيك مايجرين، هيموبليجيك هاجي على الفيرنال كبسول على اريا 4 على حته ضرب البيراميدال فحصل لي شويه مايك، بس ده كان مؤقت على فكره، تنضاف للتجميع بتاعت الريكرنت. يعني قلنا ده اللي كانت الانجليزي والله كانت مكتوبه اوفثالموبليجيك، ها سوري اللي هي هيموبليجيك مايجرين. كان عندي ثلاثه شلل، اوفثالموبليجيك وفيشل وهيموبليجيك، وفي اثنين اللي هم الكلاسيكال والكومن. الكومن معهوش اورا، الكلاسيكال معاه اورا. فاضل واحده اللي هي البازلر بقى، ها الفيرتيبرو بازلر دي اكتر في الستات، ها تحصل قريبه من ليها دايما علاقه بالمنسز.
وصلت الهرمونز في بيحصل فيها ديستربنس قبل المنسز، ربما يزيد الاستروجين. زياده الاستروجين اصلا بيعمل فاز ديليتيشن، بس ده بيجي على مستوى الفيرتبرو بازلر، والفيرتبرو بازلر فيها مشكله. انا اخد غازل برينستن حيث الفيستيبلر نيوكليس، عشان كده ممكن يحصل معاها فيرتبرو، ممكن يحصل معاها كرينيال نيرفس افكشن. ها لكن دي اسمها ايه؟ ها اسمها بازلر مايجرين. بازلر كومن ان فيميل، ها ريليتد تو منسز، بيكون معاها برينستن مانيفستيشن. ها اشهر الكلمه دي ولا كلمه فيرتبرو، هيبقى عندي 6 انواع من المايجرين. هذا الكلام هام ايضا، 6 انواع من المايجرين. في حاجه ساعات بتخليها كده معانا اللي هي الهيستامينكيفالجيا، او اسمها الكلاستر هيدك. هو كلاستر يعني ايه؟ يعني عنقود، يعني واحد تجيله ايه بس انتوا عارفين العنقود، يعني ادي اتاك ثم اتاك ثم اتاك، حاجه عنقوديه كده، تيجي اتاك ثم اتاك. بصوا بقى، ده ديزيز اوف ميل وميدل ايج، والفكره بيزيد عنده الهيستامين، فالهيستامين يجي يعمل لنا باظه، فمفيش هتعمل اتاك اوف هيدك. بس ايه الفكره؟ يقعد طول السنه مثلا، يجي له شهر 7 تيجي له اتاك في اول الشهر، ثم بعد اسبوع بعد اسبوع بعد اسبوع، يقعد شهرين بيجي له اتاك، وبعدين يقعد 10 شهور ما عندوش اي حاجه. فقال لك عنقوديه، لانها بتيجي ان اتاكس ان اتاكس ورا بعضها، وبعدين يبدا يتحسن، وبعدين تيجي ان اتاكس اتاكس، وبعدين يبدا يتحسن. بس هو الفكره مش كده، هو مميز بحاجه ثانيه خالص. هو بيجي بفريات فريات، هو عنده بلد ريديشن، فده عامل ستريتش المعيز، فجايب هيدك، ويكون معاه بلوك دي نوز او رينوريا، وانا عندي هنا باظ بلديش، فيبقى عنده بقى رشح كتير في مناخيره، او حتى مسدوده، وانت مش عارف يبقى عندك برد مناخيرك مسدوده. يعني ايه مناخيرك مسدوده؟ يعني ايه بلوك دي نوز؟ يعني في باظ بلديش حتى بيدوب جوه اسمه سوديو افكت النقط، عشان تعمل باظه تكون استرتش، عشان الدنيا تسدد مش كده؟ وانت معاهم كمان كونجكتيفال كونجيشن، ده عينه حمراء، يبقى هو واحد عنده ايه؟ عنده صداع، وبعدين العين حمراء، واما في رينوريا واما بلوك دي نوز، الثلاثه مع بعض يبقى اسمها ايه؟ اوعى تقول عليها مايجرين، ها؟ اوعى تقول ده اسمه كلاستر هيدك. والسبب بتاعه هو مين؟ عارف تعمل تجربه سهله جدا، والله بجد، تجيب حاجه ساقعه، ازازه حاجه ساقعه، حاجه من الفريزر بتاع كده يعني، واخد بقى فول تحط عليها تغسلها بميه بقى تحطها على الحته دي. انت عملت كل دوكيومنتيشن، هتعمل بازو؟ هيقول بيك هتعمل. فهمتوني ولا لا؟ هيبقى دي علاجها ان انا بعمل بازو وما استناش طبعا. هو السبب مين؟ هدي قلبي استمر، مش عايزه كلام. ودي كلمه اسمها كلاستر هيدك. كلاستر هيدك يعني داخله معانا كده مع المايجرين، بتنشر نفسها. طبعا هي مالهاش علاقه بالسيروتونين ولا بالحوار الفرسيان ده كله، خلاص. اهم سؤال في المايجرين بالمره، يعني اهم سؤال هو التريتمنت. وعلى فكره بتشخص كلينيكالي، مش محتاج اي فحوصات، انا مش محتاج اي انفستيجيشن زي ما انت متخيل. هو في ناس ساعات لو العيان مقرف، اولاد العينين مقرفين بقوا كتير، هو اصلا دخل وقال لك انا عندي، هو بيجي لك كده، هو عنده مايجرين مايجرين وبيضغط مايجرين، قال لك انا خدت على النت وانا خايف يكون عندي ورم في الفم، قول له ان شاء الله ورم. هو لو قال لك كده تعمل ايه؟ والله العظيم والله من كام يوم، والله والله جاي لي عيان، بصوا جاي لي عيان من الشرقيه، كل مشكلته عنده مغزى، مغزى بس، قلت له ده حاجه في العضلات، شفت حاجه في العضلات، حاجه في العضلات، يا اما في الغشاء اللي حوالين بتاعه، ناخد نمره قدر. قال لك قال لي قلت له قلبك في الناحيه دي، قال لي انا ساعات بتيجي هنا. قلت له طيب ما هو دي انت بتنام تحت مروحه، قال لي انت في وتخرج الصوره انت بس دايما صلط عليك ولا لا؟ قلت له لا انا حاسس ان حاجه في قلبي. قلت له ابني بعيد عن قلبك، قال لي والله، قلت له والله العظيم، قال لي قلت له لا معلش ريحني انا عايز اعمل الموضوع ده وبتاع، قلت له طب اعمل. قال لي بص المره بقى عايز اعمل عشان مقطعيه عشان اطمن. قلت له والله ما انت محتاجها. قلت له اقسم بالله، قال لي ماليش دعوه. واخد بالك هو غير ايه؟ المهم راح دفع مبلغ وقدره وعمل الاثنين وجاني. قلت له شفت الاثنين ايه؟ قال له كلمه نورمال وكلمه نورمال. قال لي طب انا عندي ايه دلوقتي؟ ما عملتش رنين بقى احسن؟ قلت له انا عمل لك مزار، عمل لك مزار ابر ولور في نفس الوقت، واخد بالك؟ او في بريك عشان تنسى الموضوع دي كلها. ما هو ده بقى في ساعه عيان كده والله في حد مؤلم، كله مؤلم، هو في ناس كده. فانت جاي بقى عنده مايجرين، فانت مشخص الحاله ايه؟ مايجرين، وهتستريح وهتستريح كله وخد العلاج واهدى وضغط، هو مش عارفه. لا انا عندي ورقه خلاص. هتعمل ايه ساعتها؟ ساعتها ما تلبس تاني بقى، ساعتها تعمل سي تي، تعمل ايه؟ مرات تجننه، لا يجننك جننه انت كمان. هو حرام لما اطلب من عيال انفستيجيشن هو مش محتاجها. بص انا ابن الكبائر كده، ده دكاتره يعني، ما ينفعش اقول له ايه؟ انت روح اعمل لي كذا، وبقى حط لي بتاع الاشعه ولا بتاع المعمل عشان لما يعمل لي تحليل انا اخد النسبه بتاعتي، فانا اطلب له حاجات كتير وتحاليل. على فكره اول ما تشتغلوا في السوق هتلاقي النصب كده حواليك،
باشا جنب الادويه انت مستخدم بالنسبه لها، هتلاقي المعامل ومراكز الاشعه اللي جنبك، بس لما تشتغل يعني بعد كده انت اشتغلت شويه. ايوه يا دكاتره، وهيجي يقول لك ايه انت ليك نسبه كذا، ليك نسبه كذا في البتاع، اقول له خلاص انا ليه ناس بقول كل حاجه، انت نسبه كام؟ انت جالي معلش بس احنا هنعمل حاجه، انا لو بعت لك العيان انت بتديني كام؟ 20% اخصمها من العيان مثلا يعني 8 ولا كده، يبقى انت بتعمل حاجه وانت خدت الفايده. لكن في دكتور مش فاهم حاجه، مش واخد، مش عايز منك حاجه، عايز يطلع غلط، مش هو عنده، مش عايز يدفع لازمه، يدفع هيدفعها لمين؟ تبدو حاجه ولا لا؟ او انت تاخد النسبه تعمل بيها حاجه للمرضى بتوعك كده، لو هي الدنيا كده. لكن نظام ان انت ايه بقى؟ انت مستهدف، انت مستهدف، اقول لك انت هتبقى مستهدف، والصيدليه اللي الصيدليات اللي جنبك هتجي لك، والمعامل اللي جنبك كلها هتجي لك، ومراكز الاشعه اللي جنبك كلها هتجي لك، ولو اشتغلت في المنطقه تلاقي في صيدليه بتفتح لك مخصوص تحت، بص بقى يجوا ايدك يعني. هو اكل عيشهم كده، وعلى فكره المكاسب تتقدم اكتر منك بكتير، اكتر منك بكتير، واخد بالك؟ انت كشفك بكذا، لا ده هو الروجيتا الاخرى طلع له فيها كذا، او المعمل واحد طلع له كذا، انت فكر بس ايه؟ ايه بقى بتبقى يعني تقوى ربنا سبحانه وتعالى، تقوى. فانت العيان اللي هتعمل انفستيجيشنز، انا السؤال بتاعنا هنعمل انفستيجيشنز للمريض مايجرين، الاجابه مش محتاج الا الا لو هو ايه مقرف، هتعمله بقى سي تي برين ام ار اي، هتعمل اي اي جي، تعمل لاب، تعمل اللي عايز تعمله، لكن تبقى عارف في النهايه ان الموضوع اصلا هو بتشخص كلينيكالي. العلاج اهم حاجه ديورنج الاتاك، ديورنج الاتاك هنقول اربع كلمات، واحد ريسك، وحاول تدخل في نوم، نوم. ها اثنين، هدي حاجه اسمها سيريتونين اجونس، انا مش فاهم. نمره ثلاثه هديله انالجيزيك قوي، نمرة أربعة هديله أنتي هيماتيك. يلا فهموني بقى، ريست يا أولاد بفوري نعمل إيه؟ هو الراحة والنوم وأوضة ضلمة، ببعد الفوتيف ستيميوليشن وبعمل له جو من الهدوء، فممكن لو في ستريس ولا حاجة يبدأ إيه؟ يبدأ إيه؟ دي حاجة. سيريتونين أجونست. طب هو عنده دلوقتي فوز ريتيشن، ده اللي عمل الهيدك، فأنا عايز أخلي الهيدك إيه؟ يبدأ يبقى. وفي دوايين هتكتبهم لو مش واضحين قدامك، دواء اسمه سوما تريبتان، ودواء تاني اسمه زولم تريبتان، أعتقد زولم تريبتان ده مش موجود في الجودة. ظلمة رفاق. ففي زمان كان في ادويه اسمها ايرجوتامين، دي كانت سيروتونين اجونست، المشكله انها بتشتغل في الجسم كله. واخد بالك يعني بوز كونستريكشن اول اوفر ذا بودي، محدش بيستخدمها دلوقتي عندنا بس ما استخدمهاش في المايجرين، بنستخدم اللي هو الاي مايجرين اللي هو سوماتريبتان او زومج، زومج اللي هو ظلمة رفاق، دي ادويه قويه جدا بتجيب نتيجه في ساعتها، بتقلب البوز بريتيشن على بوزو كونستريكشن، اوكي، وبتشتغل في الهنا يعني فايبروكسين تريبتوفان اجونست 1 يعني هو بيشتغل بس في المكان ده فقط. ودي الميزه بتاعتها الايرجوتامين الادويه القديمه. طب بتشتغل فين؟ في الجسم، كانت دي الخطوره بتاعتها خلاص؟ هتدي انالجيزيك قوي، بارامول بقى مش عارف ايه كاتافلام الحاجات دي معاها، وهتدي انتي ايماتيك، هتدي انتي ايماتيك، هتدي حاجه للترجيع، لان غالبا بيكون عنده ميل للقيء اذا كانت النظريه بتاعت السيروتونين هي اللي شغاله. يبقى انا عندي اربع حاجات ديورنج الاتاك، الكلام واضح في مشكله؟ طيب ايه بتوين اتاكس؟ ايه الهدف من بتوين اتاكس؟ ان انا امنع انها تيجي مش كده؟ ها فانا هبدا اعمل بلوكر لشويه حاجات، ممكن ادي كالسيوم بلوكر كلونارزين مثلا، او هدي يا اولاد اللي هو اللي هو السيريتونين ايه؟ انتاكوليس. ففي حاجه قديمه لا تستخدم نيسيسيرجي، لا يستخدم، مش مستخدم هنا يعني، هو دي استخدامات اخرى لكن احنا مش بنستخدمها. ايه اللي هو البيزوتيفان؟ بيزوتيفان ده اللي هو السيريتونين انتاجونست كبروفلاكسس، هستخدم ادوات بيتا بلوكر. طب الكالسيوم بلوكر فهمنا، السيريتونين انتاجونست قلنا عشان نمنع، هنمنع ظهور الكالسيوم المفاجئ اللي كان بيعمل بوزو كونستريكشن ثم اكتف بوزو ريديشن، همنع ظهور السيريتونين اللي كان بيعمل بوزو كونستريكشن ثم بوزو ريديشن، ايه البيتا بلوكر؟ البيتا بلوكر هتقفل البيتا وشغل والالفا بوزو كونستريكشن، والالفا بوزو يبقى انا بحافظ على حاله ايه؟ بوزو كونستريكشن، بحافظ على حاله، هيبقى البيتا بلوكر استخدامها انا بقفل البيتا فبشغل الالفا اللي هي تعمل بازو كونستريكشن، مفهومه؟ افويد البريسبتيتنج فاكتور، بلاش الشوكلت وبلاش التشيز، واخد بالك؟ بلاش بلاش الحاجات اللي جايبك الاتاك، بلاش التوتر والقلق الزياده، ما نقعدش نفكر في كل حاجه، واستخدموا ادويه اخرى، استخدموا انتي ديبرسنت، امتريبتالين، تريبتيزول، استخدموا غير الانتي ايبليبتكس عشان تقلل الشعور بالالم، فاكرين الجابابنتن اللي هو كان زمان التجريتول، هنستخدمه على اساس ان هو هيقلل الايه؟ الشعور بالالم ويقلل الاتاكس، يقول لك الناس دي اصلا مكتئبه فدي حاجات انتي ديبريسنت بالمره، هذا من ضمن اللاينز اوف تريتمنت بتاعتنا خلاص؟
جاينت سيل ارترايتس. جاينت سيل ارترايتس او اسمها الثاني تيمبرال ارترايتس، ده بيكون مرض مناعي ريليتد لدرس كبير اسمه فاسكيولايتس. الفاسكيولايتس يعني انفلاميشن اوف ارتري او فين او كابيلري. ممكن تيجي في البيج بلاد فيزلز او في الميديم سايز او حتى في السمول. حتى في حاجه اسمها لارج ارترايتس، دي واحده منهم الجاينت سيل. ايه اللي بيحصل؟ بنقي السيريبرال ارتريز دول ويجي اي ارتري منهم، لو الارتري مثلا اهو هتلاقي انفلتريتد بجاينت سيلز، خلايا كبيره جدا وحواليه في التهاب. هو لما يكون انفلتريتد بخلايا كبيره، كلمني عن الهيومن الضروري بقى ضيق، اصبح الدم اللي وصل لهذا المكان قليل، فهي ممكن تودي الى فاز دايلاتيسكيميا، فاز دايلاتيشن، وتبدا تعمل لنا الحوار بتاع الهيدك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مش حوالينا هنا في انفلاميشن، فده الوقت لوحده اريتيشن للنيرف ان اللي تودي الى هيدك. من كتر ما النيرف ده ثيك وانفلتريت بجاين سيلز، ممكن حتى في صوره قدامكم تلاقي الارت هنا ايه محسوس، وبعدين تدوس عليه مش عارف تحس البلسيشن، انت حاسس الارتري كبورد لايك، لكن مش عارف تحس الايه، مش عارف تحس البلسيشن ليه، لانه بقى ثيك. تدخل تاخد منه عينه تلاقي انفلتريت بجاين سيلز وحواليه انفلاميشن. المشكله الاولاد ان هو ممكن يجي لوثالمك ارتري يودي لصدر بلايندنس. يجي العين ده ممكن تلاقي مثلا هو بياكل او حاجه خلاص والاعراض بتاعته وقفت، بس هي الخطوره كلها من ايه؟ عشان كده يقول لك ايه، بص يا دكتور، هو ده بيجي في السن الكبير وتبقى ده مرض مناعي، تلاقيه السهر عالي، انت جالك واحد عجوز وعنده الهيدك وحاولت تحس البلسيشن ما عرفتش، بص يا دكتور ما تقولش استنى لما ناخد لك بايوبسي ونعمل لك دوبلر وما فيش الحوار ده، ابدا استيرويدز فورا، انت لو اتاخرت يوم ممكن تصاب بلايندنس. فهمتوا حاجه؟ وعلى فكره جرعه الاسترويد غلط، عندكم غلط. عايزين هاي دوز استرويدز، اكتر من 60 مللي جرام، هتدي هاي دوز استرويدز، هاي دوز. يعني وانس ان انت، وانس ان انت شخصت، او بص يا دكتور مش شخصت. وانس ان انت سسبكت، شكيت من الحاله دي. ليه؟ اصل مفيش بعد العيد، فاهمني ولا لا؟ انا مش هستنى لما يحصل له. يعني هي الخطوره كلها في كده، الخطوره كلها في كده، ماشي يا ولاد؟ الجاينت سيل ارترايتس، ارترايتس اسوشيتد معاه دايما حاجه اسمها بولي مايالجيا روماتيكا، يبقى عنده كده مش التهاب، يبقى عنده تعب في العضلات وبتاع، لكن العضلات لا فيها التهاب ولا فيها اي مشكله، جاست بس انها تعبانه. هنقولها ان شاء الله كلمه اسمها بولي مايالجيا روماتيكا كومن اسوسيشن مع حاجه اسمها جاينت سيل ارترايتس. خلاص الجاينت سيل ارترايتس تصنيفها ايه؟ هي فاسكيولايتس. ايه اللي جايبها معانا هنا؟ فاسكولار هيديك. ايه اللي حطها في هذا الموضوع؟ هي كلمه فاسكولار هيديك. الهيديك ممكن يجي كلاسيفيكيشن اوف هيديك، ممكن يجي مايجرين لوحده سؤال كامل بقى، اللي هو كل حاجه في المايجرين، باثوجينيسيس وكلينيكال فيتشرز وتريتمنت وكل حاجه. ممكن يجي سؤال صغير يبقى تريتمنت اوف مايجرين، تريتمنت اوف مايجرين، ماشي كده يا حد؟ هيبقى دي كلمه. على فكره لسه الاسم عند البلد اتغيرت، لو حد ما شاء الله يعني ربنا يكرمه كويس جدا جدا جدا، حتى من الناس المحترمه جدا جدا جدا، ما شاء الله تبقى الدنيا حلوه معاكم يعني. بس انتوا بقى شغلتكم فين؟ تقعدوا كده معاها بقى وتتفقوا الامتحان ازاي والكلام ده ومبروك و بطلوا خليكم حلوين كده، خليكم حلوين يعني، خليكم لذاذ يعني، بلاش الاكشن. وعلى فكره بقى لكم كذا سنه ما شاء الله، مش بحسد والله، ما بحسد اقسم بالله ما بحسد يعني، بقى لكم كذا سنه الدنيا عاقله، ما عندكوش يعني حتى دلوقتي الامتحان بتاعكم السنين اللي فاتت اخر كام امتحان الكليه لسه الاسم اللي خلصت كانت بتحدد يعني ايه، كانت تحدد مثلا تكتب السؤال وتبقى عايز بين قوسين عايزه كذا كذا كذا، هو كتير بس محدده غير زمان سوبر دي فاهماني، كورونا كدني ديزيز كده كان كده دايابيتس بسيطه فاهماني ولا لا، لكن دلوقتي لا هو بيحدد، واعتقد الدنيا هتبقى اجمل كمان هتبقى احسن. بس انتوا شغلتكم حاجتين، انا هقول لكم حاجتين، انتوا كده كده تقعدوا مع مش تقعدوا مع ولا ما تقعدوش ايه؟ بيتكون من 3 لوبس، حاجه اسمها اركي سيربيلم وباليو سيربيلم ونيو سيربيلم، او في بينهم بيرمس كده في النص. ليه بلاد سبلاي عن طريق السوبيريور والميدل والانفيريور سيربيلر ارتريز اللي هم طالعين اصلا من الفيرتيبرو بادلر سيستم. الاركي سيربيلم، اركي سيربيلم
ده اللي هو الجزء يقول لك الجنين يعني في التطور بتاعنا دوت اصلا بتاع الايكوليبريم ووقف وقفه بتاع الايكوليبريم. بمعنى لو حد بقى عنده مشكله في الارك ركزوا في الحته دي عشان نخلص. لو حد عنده مشكله في الارك سيربلم بقى عنده مشكله في الوقفه وفي المشيه في الوقفه وهو واقف كده اون ستاندنج بوزيشن يحصل له سوينج يقعد يتطور ولما بيجي يمشي بيمشي حاجه اسمها وايد فيز جيت اللي هي اسمها درانكن جيت. يعني بص عليا انا السيربلم بتاعي خليني واقف كده واقف انتباه كده زي الفل وبعمل رجلي وبعمل تمام انا محافظ على التوازن بتاعي عن طريق مين؟ عن طريق السيربلم. وعلى فكره لو غمضت عيني السيربلم وبيساعده الديب سنسيشن حلو كده؟ لو انا دلوقتي فقدت الارك سيربلم فتقول له يلا ساكت تضم رجليك وايدك فاتنين وما حاجه كده واخد بالك وبعدين خلاص مش انا ارتحت رجلي افتح رجلي ليه؟ مش هزود القاعده فلما ازود القاعده بحافظ على التوازن بتاعي بدل الارك سيربلم. انا لما بمشي بمشي عادي لما يكون عندي مشكله في الارك سيربلم انا عندي ديسيكوليبريم فانا خايف لقع فاداني فاتح رجلي وماشي كده ومتاهب لقع خايف لقع واخد بالك ماشي الماشيه دي اللي اسمها وايد بيز نيجيت يعني رجله بقت مفتوحه وانا لما بفتح بزود القاعده ليه؟ عشان احافظ على الايكوليبريم بتاعي فدي اسمها وايد بيز نيجيت ودي مميزه جدا لمرضى اللي هو الارك سيربيلا ريجن ده على فكره اللي بيتم مع الكحوليات عشان كده قلت لما اروح الاسم واحد شارب كحوليات بيرسموه خط على الارض مش كده يقول يمشي عليه ايه ايه فكره الخط على الارض؟ ان هو يبقى عنده وايد بيز نيجيت مش عارف يمشي على خط مستقيم وفي نفس الوقت افتح بقك ويقوم حاطها ليه؟ وانا امبارح عشان هاليتوزس هاليتوزس شارب كحوليات ولا لا؟ قال فدول حاجتين مشهورين جدا. طيب السيربيلم بقى الثاني اللي هو النيو سيربيلم ده الكبير والعظيم والمهم واللي عليه العين دوت يا ولاد مينلي بتاع الكوردينيشن مينلي بتاعها الكوردينيشن ولو حصل فيه خلل بيحصل الكوردينيشن بيظهر في حاجات كتيره يحصل في العين كلمه اسمها نستجمس نقط واحد نستجمس يلا كله بصوا لي يعني كده نخلص من الحته دي يلا الحته دي بس نخلص منها نستجمس اللي هو الارقام العين المفروض تبقى ثابته باصه كده في مكانها تبص كده وكده مع بعض وزي الفل حلو كده. كلمه نستجمس يعني اوسيلاتوري موفمنت اوف اي بول او دانسنج اي. ايه اللي بيحصل؟ عشان اظهر ممكن يكون مشكله في العين حاجه اخرى فتلاقيه بيبص كده او كده هو حتى لوحده سبونتينيس عامل نستجمس. ممكن يكون مشاكل في الانر اير ممكن يكون مشاكل في السيربيلم وده اللي عليه العين. لو حصل مشكله في السيربيلم السيربيلم اليمين بتاع الناحيه اليمين والسيربيلم الشمال بتاع الناحيه الشمال انا السيربيلم اليمين عندي باظ طب لما اجي ابص للناحيه اليمين ثبت عيني كده بثبت عيني على زاويه 30 درجه المسافه بين الصباع والعين 30 سم لمده 30 ثانيه تلاقي العينتين الاثنين طول ما انا باصص الناحيه الاثنين طبعا مش عارف امثلها بيقعدوا يبصوا كده فاهمني ولا لا؟ لكن ابص للناحيه الثانيه زي الفل يعني بيحصل لما ابص للناحيه دي اللي فيها المرض تقول لي اه قصدك يعني لما يضرب السيربيلم من يمين العين اليمين انا ما قلتش كده لما يضرب السيربيلم من يمين يبقى الاتجاه اليمين لكن الاتجاه الشمال السيربيلم مش بتاع عيون السيربيلم بتاع اتجاهات السيربيلم مش بتاع عيون السيربيلم بتاع يا ولاد لو انا حتى مغمض عيني دي انا باصص كده انا باصص كده انا كده مشغل السيربيلم اليمين يبقى السيربيلم اليمين بتاع الاتجاه الايه؟ دي خلصت. يبقى اول حاجه نعرفها الناس بيحصل لهم سيربيلم نستجمس بيحصل اون فيكسيشن لكن سبونتينيس دي كده مفيش حاجه لازم اثبت اون فيكسيشن وبيكون يا ولاد باي فيزيك او بيكون هوريزونتال حركه عامله كده هوريزونتال وباي فيزيك. يعني ايه باي فيزيك؟ يعني ليه رابد فيز وسلو فيز رابد وسلو رابد فيز توورد ذا فيكسيشن بوينت. لو انا عندي مشكله في السيربيلم الشمال وانت بتبص لي مفيش حاجه لكن لما اثبت عيني على الشمال يحصل نستجمس في العينتين باي لاترال هوريزونتال باي فيزيك يعني رابد فيز و سلو فيز والرابد فيز توورد فيكسيشن بوينت. انا عندي خمس مواصفات بيحصل اولا اون فيكسيشن يعني لازم اكون ايه؟ وبعدين اولاد بيحصل بايلاترال في العينتين بعدين بيحصل هوريزونتال كده هوريزونتال وبعدين بيحصل باي فيزيك يعني ايه رابد فيز وليه سكو فيز ورابد فيز تو وورد فيكسيشن بوينتس. يبقى تاني عندي خمس مواصفات انا هختار السيربيلم من غير مثلا استنى مثلا اون فيكسيشن والحركه هوريزونتال في عين ولا في الاثنين؟ في الاثنين وهيبقى باي فيزيك له رابد بس هو رابد ناحيه لما يبقى باي فيزيك هم زي بعض يبقى اسمه جيتي لو بايفيزك وزي بعض يبقى اسمه بندولر وده موجود مع الاوكيولر ما لناش دعوه بيه. عارفين لو حد عنده مشكله في الانر اير على فكره بيحصل لنا مشاكل الانر اير اللي هو الفيستيبيول الانر اير بيحصل لنا سبب بس هي اللي مواصفاته كل حاجه بس رابط فيس ها تورد نون فيكسيشن بوينت
يعني يروح بره مش فاهمين يعني ايه. يعني مثلا دي العين اهي روح تروح بسرعه تطلع بره ده كده ايه سلابيلا. طب بستيبلر بقى هتروح كده ترجع بسرعه ترجع بسرعه يبقى نون فيكسيشن بوينت. والله انتوا فاهمين اي حاجه في اي حاجه. انا عايز نخلص الحته دي بقى مواصفات السلابيلا مثلا خالص نون فيكسيشن بايلر هوريزونتال طيب بيزك جيرت يعني ولا بتفيش بيور بس خلاص كنت تمام كده. هيحصل له استكاتو سويتش. عايز ديفينيشن لكلمه استكاتو سويتش انتربتد اكسبلوزيف سبيتش. انتربتد معطى اكسبلوزيف طالع بالعافيه واتكلمنا عليه مش كده. هيبدا يحصل له بقى مشاكل يحصل له هيد نوبنج ودي فيها وقفه هيد نوبنج. بص يا ولاد الهيد نوبنج في الطب ليها ثلاث اسباب بس ركزوا معايا ركزوا كل ما حدش يتكلم ركز معايا. الهيد نوبنج ثلاث حاجات يا اما في هيد نودنج مع الباص يا اما مش مع الباص. لو كان في هيد نودنج شغاله مع الباص اسمها دي مصي ساين ودي بس مع اورت تريجر خلصت. لو مش مع الباص في نوعين يا اما تكون يا اما تكون ستاتيك يعني هو سايب كده يعمل كده وانت يا ما تفهم هو تمام يا اما كده وهو سايبه ده بتاع اكبر كيس ده عامل لك لا 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 بتاع اورت تريجر بيقول لك يس يس كده بيقول لك نو مين بيقول نو في سؤال. في واحد تاني وهو سايب ما عندوش مشكله لكن يجي يبص يمين مثلا يبقى تاينيتك. تاينيتك مع حركه يبقى اسمها سيربيلر اتاكس. يبقى الهيد نودك مع البالس واخده فورم يس يس او انتجريشن. لو كانت مش مع البالس يا اما تبقى ستاتيك يا اما تبقى تاينيتك. لو ستاتيك يبقى واخده اتاكس نو نو ده بتاع البركنسونيزم. لو كانت مع الحركه بتاعت يبقى تاينيتك هيد نودنج دي خاصه بيه. دي اللي بقولها مع السيربيلر اتاكس. طيب في الاوبر لمبه حاجات كتيره اشهرهم يعني انتنشن كاينيتك تريمورز. دايما في الفحص بتاعنا حتى بنعمل ايه؟ نقول له صباحك على مناخيرك. بص يا دكتور انتنشن يعني بتزيد كل ما قرب للنقص للتارجت وكاينيتك مع الحركه. بص كده كل ما قرب كل ما ايه؟ الدكتور بينزل جنبكم عشان تقول له يعني ايه كلمه انتنشن. انتنشن يعني ايه؟ يعني كل ما قرب كل ما ايه؟ كل ما زيد كاينتك يعني مع الحركه. انا دلوقتي ثابت مفيش حاجه لما ابدا اتحرك تبدا دي تبدا تحصل معايا اللي هي كاينتك. وساعات يحصل ديسمتريا. حد يشرحها دي سهله ديسمتريا. تعالى هنا اعمل ايه؟ كده او اعمل كده مش كده هايبر متريا او هايبر متريا. وساعات الحركه تقطع. بص دول تقطع. انا وصلت بس الحركه ماشيه دي كومبوزيشن اوف موفمنت. كمان ممكن على مستوى الترانكيا ولا يحصل له ديتيوبيشن. ديتيوبيشن بص عليا ديتيوبيشن ده الجسم كله عمال يعني ده الجسم كله عمال يتهز كله عمال يتهز. ده مع السيفير سيربيرال اتاكسيا وريتكم حاله ام اس اعتقد كانت كده. وهو ماشي هتلاقي بيمشي ازاي بقى؟ بيحلف على الناحيه المصابه. فاكرين الحوار بتاع الدنتات وريتكم والسلام وكورتيكال ده ماليش عندنا فاكرين؟